مشاهدينا ننتقل بكم إلى باريس، حيث ننقل لكم تصريحات صحفية لجلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإلى هناك. إنه هذا نحن نتشارك نفس الالتزام ونفس التصميم من أجل صلة من دائم في الشرق الأوسط. أيضا نحن لدينا الحل الدائم والأمن والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني والتطبيق لحل الدولتين، يعني إنشاء دولة فلسطينية تعيش في السلام والأمن بجانب إسرائيل، وهذا يجب أن يصبح حقيقة. وفرنسا تعمل مع كل شركائها وخاصة الأردن مع مبادرة الأمن والسلام والتي اقترحناها. أولويتنا الآن هو الوصول إلى حل لوقف إطلاق النار، وشكرا على تنسيقكم والتنسيق وأيضا وتحرير الرهائن جميعهم. ووقف إطلاق النار يجب أن يسمح لحماية كل المدنيين وأيضا توفير المساعدات الإنسانية. إن الحصيلة الإنسانية البشرية رهيبة. وقلت قبل أيام لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إن حملة إسرائيلية في رفح لن تؤدي إلى نتائج إنسانية رهيبة غير مسبوقة. أنا أتشارك مع فرنسا والأردن ومصر للعمل من أجل تفادي أي مأساة إنسانية ومن أجل الوصول إلى السلام الإقليمي، وأرجو أن تكون هذه الرسالة قد وصلت لهم. وأيضا يجب تقديم المساعدات إلى المواطنين والشعب المدنيين في غزة، ومرة أخرى مع شركائنا وعلى رأسهم الأردن ومصر، نحن مستعدون للحصول على مساعدات إنسانية وتقديمها إلى غزة. إن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة غير كافية، والآن المدنيون يموتون من الجوع ومن المرض، وأيضا يجب على إسرائيل أن تفتح الأبواب والمعابر من أجل وصول المساعدات الإنسانية المباشرة من الأردن وباتجاه غزة، والتي فرنسا مستعدة لتقديم المساهمة فيها، وأنه يجب مشاركتي في الوصول إلى حل في شمال غزة. أيضا منذ بداية هذه الأزمة والحرب بأن شراكة إنسانية أنشأناها مع الأردن، وشكرا لكم صاحب الجلالة. وأيضا قدمنا مساعدات إلى المستشفيات الميدانية الأردنية، وأوصلنا المساعدات أيضا إلى غزة ولوالي المواطنين. وأيضا نحن سنستمر بهذه الشراكة يدا بيد. أولوية الثالثة هي إيجاد أمل بحل وسلام وأمل في الشرق الأوسط، وأيضا وخاصة في لبنان وفي البحر الأحمر. هناك مشكلة، فرنسا نشيطة بإرسال رسائل إلى كل شركاء الإقليميين وأيضا كل العاملين هناك إيران، وإنه هذاك أيضا إن الأزمة والتوتر في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، وهذا التوتر يؤثر على الأردن، وأن هناك عنف المستوطنين يجب أن يتوقف. وطلبت من رئيس الوزراء نتنياهو بأن يلتزم بإيقاف هذا. إن فرنسا تتحمل مسؤولياتها وأيضا عقوبات تم تبنيها ضد المستوطنين العنيفين. بعد أسابيع سيكون شهر رمضان، وسأطلب منهم أيضا حماية المواقع الإسلامية والمقدسة خلال هذا الشهر. إذن هناك لدينا أيضا يجب وضع قرار من أجل وضع حل للدولتين. شركاؤنا في المنطقة وخاصة الأردن يعملون، ونحن نعمل معهم من أجل المساهمة معهم في مجلس الأمن لإنشاء دولة فلسطينية وأن لا تكون لديها مشكلة. ونحن أيضا نتطلع إلى مساعدة الفلسطينية في تطلعاتهم، وأيضا نلتزم مع الإسرائيليين، ويجب أننا نلتزم بمنطق لا يقدم أي فوضى في كل هذه المواضيع، وأننا نقدم التزامنا. وكم إن رؤيتنا للأشياء هي، وأيضا عملنا المشترك قريبا ليس فقط ولكن هو بنجي. نود أن نشكركم على عملكم الذي قمتم به وتقومون به في الأشهر الماضية في المنطقة. شكرا، شكرا جزيلا السيد الرئيس،
وشكرا صديقي العزيز، وشكرا على ترحيبكم الحار. إن اجتماعنا جزء من تنسيقنا المستمر خلال الأشهر الماضية للعمل باتجاه إنهاء الحرب في غزة والتصدي للكارثة الإنسانية. نحتاج إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة، كما أن شن هجوم إسرائيلي على رفح التي نزح إليها نحو 1.5 مليون شخص من الدمار الدائر في القطاع سيكون له تبعات إنسانية كارثية لا يمكن القبول بها. علينا أيضا العمل مع أصدقائنا وشركائنا لتجنب امتداد هذا الصراع إلى المنطقة، وقد رأينا كيف يمكن أن يؤدي امتداد الصراع في المنطقة إلى آثار كارثية. إن الحرب المدمرة إذا استمرت في غزة والتصعيدات في الضفة الغربية والقدس ستمتد أثار كل منهما إلى المنطقة بشكل كبير. إن الحل السياسي الذي يقود إلى السلام على أساس إلى حل الدولتين كما ذكرت السيد الرئيس هو السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بكلها. وإننا السيد الرئيس نقدر دوركم الفاعل في هذا الخصوص، حيث تلعب أوروبا دورا رئيسيا في التوصل إلى حل سلمي. نحن ممتنون لجهود فرنسا تحت قيادتكم في السعي نحو وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة عبر مختلف نقاط العبور والآليات المتاحة. عملنا مع فرنسا لتأمين مستلزمات طبية أساسية في غزة عبر الإنزالات الجوية، وهي إحدى الطرق التي نستعين بها لتعزيز الاستجابة الإنسانية قدر المستطاع. بالطبع هناك حاجة لعمل المزيد، علينا ضمان وصول المساعدات الكافية بصورة مستدامة ودون عراقيل للتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي. كما يجب أن يستمر دعم وكالة الأونروا، فهي شريان الحياة بالنسبة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة ممن يواجهون خطر المجاعة. كما تقدم الوكالة خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن أخرى في المنطقة. سنستمر بالعمل معكم السيد الرئيس لمواجهة هذه التطورات ولتوسيع شراكتنا الاستراتيجية مع فرنسا. وشكرا على شراكاتكم وعلى علاقتنا القوية، وأتطلع لنقاشات مثمرة اليوم معكم. شكرا سيداتي وسادتي.